وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتكفل الله لمن تمسك بالإسلام الصحيح
الصحيح الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يضمن له الأمن من الشقاء والضلال. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن تمسك بالقرآن والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين العظيم الذي هو رحمة للعالمين وهو صراطه المستقيم الذي ينجي الله به العباد من الضلال ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. عباد الله، وإن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لحفظ هذا الدين، جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا لحفظ هذا الدين، ومن ذلك أن الله يوجد في هذه الأمة من علماء الأمة من يحفظ الله به الدين ويدرأ الله به الفتن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يبعث لهذه الأمة دينها، من يجدد لهذه الأمة دينها، يحفظ على الأمة دينها وعقيدتها، ويدرأ الله به الشر والفتن. وواقع الأمة يدل على ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر على ذلك أمثلة مما حفظ الله به الدين. عندما مالت الفتن في الأمة وعندما اضطربت الأمة بدعاة الفتن، أن الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الأمة ويدرأ بهم الفتن، يقيض لهذه الأمة من يحفظ عليها دينها ويدرأ بهم الفتن والشر والفساد. إن أول فتنة مرت على الأمة بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم ظهور المرتدين عن الإسلام على يد مسيلمة الكذابة، فقيض الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقام في حرب المرتدين. قال له بعض الصحابة: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: وقد شرح الله صدره لهذا الحق المبين. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كانوا يعطون محمدا عناقا لقاتلتهم عليه. وفي رواية: والله لو كانوا يعطون محمدا صلى الله عليه وسلم عقالا لقاتل وفعل
فشرح الله صدر المسلمين من الصحابة على ما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحارب المرتدين، فدرأ الله به شرا عظيما عندما أراد كثير من العرب الارتداد عن الإسلام. قيض الله لهذه الأمة من يحفظ لها دينها، قيض لهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ظهرت الفتن تتوالى، فظهرت فتنة خلق القرآن، أولئك المعتزلة والعقلانيون الذين أرادوا إفساد عقائد المسلمين، فأوجدوا عقائد فاسدة، نفوا أسماء الله وصفاته، وزعموا بأن القرآن ليس بكلام الله، وأظهروا فتنا اضطربت الأمة بها. فقيض الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فوقف ضد هؤلاء المبتدعين، وأظهر السنة وأظهر العقيدة وأبطل باطل هؤلاء الذين يريدون إفساد المسلمين، حتى نصر الله الإمام أحمد بن حنبل بسبب اعتصامه بكتاب الله، وبسبب اعتصامه بسنة رسول الله، وبسبب إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح الإمام أحمد بن حنبل يلقب إلى يومنا هذا إمام أهل السنة والجماعة، حيث حفظ الله به الدين. ثم ما زالت الفتن تتوالى على المسلمين، يبتلي الله العباد ليظهر من يكون معتصما بالله وبرسوله، بكتاب الله وبسنة رسوله، ممن قطع على قلبه الجهل والهوى. فظهرت في الجزيرة العربية الشرك الصراح، عبدت الأشجار والأحجار، وعبد الأولياء من دون الله، وأصبح الناس يستغيثون بالموتى ويتوكلون عليهم في دفع الضر وجلب النفع، حتى قيض الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فرفع السنة، وسخر الله له الإمام محمد بن سعود لمقاتلة المشركين ونشر السنة والدعوة إلى التوحيد، حتى نصر الله السنة وأهلها، وحتى انتشر التوحيد والعقيدة الصحيحة في الجزيرة وفي العالم العربي، وأصبح أهل البدع يشوهون صورة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقولون هذه دعوة وهابية، هذه دعوة تفرق المسلمين، هذه دعوة تدعو إلى مذهب خالص. لما لم تكن عندهم حجج وبراهين لجأوا إلى التشويه، لجأوا إلى التحذير بالتشويه وتشويه السمعة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده الموحدين ويؤيد من يعتصم بالكتاب والسنة، فأيد الله هذه الدعوة المباركة، السنية المعتصمة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى اطمأنت النفوس وانتشرت العقيدة الصحيحة في هذه البلاد وفي البلاد العربية والإسلامية، ولازالت الفتن تظهر على المسلمين من دعاة الفتن ومن المفرقين للمسلمين، حتى ظهرت في هذا العصر دعوة خطيرة، دعوة سياسية خطيرة، هي دعوة الإخوان المسلمين، ظهرت في العالم العربي وأظهرت السياسة وبارزت الحكام، وأصبحت تحارب على الكراسي ولا تهتم بالعقيدة، حتى ضيعت
لكن من اعتصم بالكتاب والسنة فإن الله يؤيده وإن الله يعزه، فنصر الله بهذه الدعوة وكشف الله به حقيقة الدعوة الإخوان المسلمين. هذه الدعوة السياسية التي فرقت المسلمين وأظهرت الثورات باسم التغيير، ثم ظهر كذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى الذي كشف هذه الدعوة الخبيثة، هذه الدعوة السياسية التي تخالف الكتاب والسنة وتخالف ما كان عليه الصحابة وتخالف ما عليه السلف. يدعون إلى السياسة ولا يهتمون بالعقيدة والتوحيد، ويوالون الرافضة والإيراد، ويقتلون أهل السنة والإسلام باسم الإسلام والجهاد زعموا. فكشف الله عورهم وأصبح العامة يعرفون خطر هذه الجماعة، فضلا عن العلماء، فضلا عن طلاب العلم والمتعلمين. وهكذا يفضح الله أهل البدع ويكشف عورهم، ويقيم الله العلماء الربانيين المخلصين الصادقين المعتصمين بالكتاب والسنة، فيظهر الله على أيديهم عور هذه الجماعات وكشف حقائقها ومقاصدها السياسية التي تفرق المسلمين. وما زالت الفتن تظهر وتتوالى ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وما على المسلم إلا أن يدعو ربه دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله يا أهل الإسلام وتمسكوا بالقرآن العظيم، فإن ذلك وصية الله تعالى لكم ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، وستظهر فتن وفتن، والعاصم من عصمه الله سبحانه وتعالى. من ذلكم فتنة المسيح الدجال، فإنها ستظهر فتنة عظيمة، فتنة المسيح الدجال لا ينجو منها إلا من تمسك بالقرآن والسنة، ممن من الله عليه بالصدق والإخلاص والهدى والتمسك بوحي الله سبحانه وتعالى. يسره الله سبحانه وتعالى على الأرض كلها، ولهذا سمي المسيح، لأنه يمسح الأرض كلها، معه جنة ونار، يغلي العبادة بناره على أنها جنة، ويحذر الناس من النار ولكنها جنته، ولا يفقه ذلك إلا السني الذي يعتصم بالقرآن والسنة. الدجال مكتوب بين عينيه كافر، كاف فارا، يقرأها كل عامي سني، ولكن من الذي يلحق بهذا المسيح الدجال؟ إن الذي يلحق المسيح الدجال ويقع في فتنته هم أهل الأهواء والبدع،
في سبيل الله كالقاعدة وأشكالهم، ولكن عند الفتن يتخبطون، فيخرج الدجال وهو داعية إلى نار جهنم، ولكنهم لسوء نياتهم وسوء أعمالهم وكثرة جهلهم يتبعون الدجال. ومن ذلكم الرواخر، فإنه يخرج من يهود صنعاء من رافضة إيمان من يتبع المسيح الدجال، وذلك لاعتقادهم الفاسد ولعدم اعتصامهم بالإسلام الصحيح الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فيدرأ الله فتنته بمن تمسك بالسنة، ألا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فإن الله يرسله فيقتل الدجال لأنه تمسك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام ينزل فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدرأ الله به الفتن فيقتل الدجال، حيث يقتله في الشام في بابلون عندما يراه يذوب كما يذوب الرصاص، ثم يقتل الخنزير عليه السلام، ثم يكسر الصليب عليه السلام، ثم يضع الجزية عن اليهود والنصارى، فلا يبقى إلا إسلام، ومن لم يقبل الإسلام فالقتال والجهاد، حتى ينزل الله الرحمة والعدل في الأرض، حتى الذئب يخرج مع الغنم فينتشر العدل وتنتشر البركة بسبب الحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. ويبقى عيسى عليه السلام مع المؤمنين مع الطائفة المنصورة 40 عاما في الأرض، ثم يرسل الله ريحا تأخذ أرواح المؤمنين ومنهم عيسى بن مريم عليه السلام، فيموت المؤمنين فيموت المؤمنون كلهم، ولا يبقى في الأرض إلا من لا يقول الله الله، أولئك شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا معتصمين بالقرآن والسنة، اللهم اجعلنا معتصمين بالقرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.